طبعا يا طارق، مش عايز اقول كلام يعني الترقيه مش هتعوض كتير، لكن هو شكل من اشكال العرفان مننا والتقدير والاحترام مننا للي انت عملته ولكل من عمل زي ده منك، من الشرطه او من الجيش. وعايز اقول لك يا طارق، وبقول لكل اللي مش موجودين معانا هنا ولظروفهم او يعني العمليات اللي كانت في مواجهه الارهاب خلال تقريبا العشر سنين اللي فاتوا، افرزت كتير بين شهيد وبين مصاب. وانا يهمني هنا اقول للناس في مصر ارجو ان الكلمه اللي هقولها ما تقلمكش يا طارق، سامحني. يعني مين يعوض على طارق ده يا ناس اللي بتسمعونا وبتتفرجوا علينا دلوقتي؟ في رجال زي طارق كتير، منهم اللي قدم روحه ومنهم اللي قدم حتة من جسمه. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مصر، كل مصر، انها تبقى في امان وسلام. ايه المقابل؟ المقابل ايه؟ المقابل ان الدولة دي تتقدم وتستقر. هو ده اللي كان طارق عايز يعمله لما راح، هو والشهداء اللي نسأل الله سبحانه وتعالى انه يجمعنا بيهم ان شاء الله في الجنة، عشان يحموا البلد دي ويحموها من أشرار. مش عايزين ننسى التمن، مش التمن، لا، مش عايزين ننسى الحالة اللي احنا عدنا فيها سنين، وكانوا لو قدروا علينا كانوا ذبحونا، لو قدروا علينا كانوا ذبحونا. وانا بقول هنا وقلت يمكن مرتين ثلاثة قبل كده، ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرم منه، احنا الموجة دي استطعنا القضاء عليها، مش عايز اقول بنسبة 100%، لكن بنسبة تقرب من 100%. بمين؟ بولاد مصر، من الاسر البسيطة في كل انحاء مصر. فانا ما كانش هيفوتني ان انا اقول لطارق متشكرين، مش باسمي بس، باسمي وباسم كل المصريين. وهنا الترقية وحتى العرفان ده مش كفاية، العرفان والترقية الحقيقية لطارق ولكل راجل زي طارق من الشعب المصري، من الجيش أو الشرطة، هو أن البلد دي تفضل تتقدم للأمام، ويفضل شعبها مستعد وفاكر تضحية أبنائه. وهنا عملية التذكرة اللي بقولها عشان كتير مننا ما يحاولش أنه هو يضيع ده، يضيع الجهد والدم اللي راح خلال عشر سنين من المواجهة والبلد ما وقفتش فيها أبدا، ولا قالت إحنا بنقاتل إرهاب ما نكملش، لا، فضلت الدولة بتعمل ده بأجهزتها، الجيش والشرطة وكل قطاعات الدولة، وفي نفس الوقت الناس تانية بتكافح وبتشتغل عشان تغير حياة الناس. فعشان كده ما كانش هيفوتني ان انا مره تانية اشكرك، ربنا يديك الصحه والعافيه، وبشكرك، ويعني ربنا يحميك ويحمي كل اللي زيك. شكرا جزيلا، شكرا.